بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. في قلب حزين مكسور لكن برأس شامخ عالي مرفوع، نحيي اليوم هنا الذكرى الخامسة لمجزرة سبايكر، حيث تم الغدر صبرا. شباب عزر قتلوا صبرا بحدود 1972، شهيد قتلوا صبرا، دفنوا أحياء. في مثل هذه الأيام قبل 5 سنوات هؤلاء الشباب ألهمونا الشجاعة وألهمونا الصبر وألهمونا الإرادة وألهمونا روح التحدي. الحمد لله والشكر كانوا عامل مهم لوحدة شعبنا، سنة وشيعة، كرد وعرب، تركمان، مسيحيين، حيث هبت جموعنا بالفتوى المقدسة الإمام السيد علي السيستاني دامت إفاضاته. ملايين الشباب، عشائر، رجال، نساء، شيوخ، الكل انتفض للانتقام ولدحر عصابات داعش. استعاد الجيش واستعادت الشرطة الثقة بالنفس، وبثت روح جديدة، وأسس الحشد الشعبي والحشد العشائري، وانطلقت قوات البيشمركة يدا بيد مع القوات العراقية بكافة فصائلها، وانتفضت العشائر بكافة عناوينها من الشمال إلى الجنوب، من الغرب إلى الشرق، كلها للدفاع عن الشرف العراقي وعن الأرض العراقي وعن الروح العراقية وعن الدم العراقي ولدحر الإرهاب. والحمد لله وبسرعة قياسية استطعنا دحر داعش وتدمير وجوده العلني، ونلاحق اليوم داعش وسنلاحقه دائما، ونشتثه كما يشتث الطبيب الماهر السرطان، ولا يترك في الجسم خلية واحدة منه خشية العودة وخشية أن يعود وينمو. الحمد لله اليوم نعزز انتصاراتنا ونعزز أمننا ونعزز وحدتنا، وندخل في مسار البناء والإعمار وعودة النازحين ودخول الطمأنينة في قلوب أبناء الشعب. الآن العراق يتجول من شمال العراق إلى جنوبه، من شرقه إلى غربه بحرية كبيرة، وخلايا داعش التي تلجأ اليوم إلى أماكن بعيدة ووعرة تحاول أن تستعيد مبادئتها ومبادرتها، لكن هيهات. اليوم الأعين الاستخباراتية والضربات الاستباقية كلها بالمرصاد لها، ونحن نلاحقهم ليل نهار. لذلك حضورنا اليوم هو لتمجيد هذه الذكرى والوقوف إجلالا وانحناء وإكبارا لتلك الأرواح التي لولاها ما كنا هنا اليوم، التي لولا تضحياتها ما استطاع العراق البقاء والانتصار وكسر داعش وهزم داعش. حضورنا اليوم هو للأخذ بحق المظلومين من ضحايا داعش، سواء الذين نعرف أماكنهم وقبورهم والذين لا يزالوا مفقودين. كل حقوق يجب أن تلبى. قطعنا شوط كبير في
تلبية هذه الحقوق، لكن مهما كانت الحقوق هي بسيطة أمام التضحية، مهما كانت الحقوق هي بسيطة أمام التضحية التي قدمت في سبايكر ومن قبل هؤلاء الصبية، هؤلاء الفتية. وسنواصل هذا الطريق على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي.